قدم رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو اعتذاراته رسميا بعد حادثة الاعتداء على يوتيوبر جزائري بالعاصمة القطرية الدوحة. أسطورة الكاميرون نشر بيانا على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث اعتذر إيتو خلال البيان على حادثة الاعتداء، لكنه أكد أنه سيواصل التصدي لاستفزازات بعض الجزائريين كما قال. كما طالب إيتو من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والسلطات الجزائرية بوضع حد لهذا المناخ السائد قبل أن تتأزم الأمور وتحدث أحداث مأساوية على حسب وصفه. قبل أن يوجه إيتو في ختام بيانه نداء للجمهور الجزائري بتجاوز الخيبة المؤلمة بعدم التأهل لمونديال قطر على حساب الكاميرون.